بصفة تدريجية يسجل قطاع الفوسفات في تونس عودة إلى نسق تصاعدي في الإنتاج منذ سنة 21 و2000، وذلك بعد انحدار حاد للمردود الوطني من الفوسفات قدر بحوالي 8 ملايين طن خلال العشرية المنقضية. وبعودة نسق الإنتاج تعلق اليوم أمال وزارة الصناعة والطاقة والمناجم على أن يسجل قطاع الفوسفات موفى السنة الحالية قفزة نوعية في معدلات إنتاجه تفوق 5 ملايين طن. عوامل عديدة أدت أنه مع الأسف ملي كانت تونس من 11 مليون طن سنويا هبطنا ل 8 مليون طن سنويا، وصلنا إلى مستويات معناها ضعيفة برشا، معناها ما توصلش 2 مليون طن. السنة اللي فاتت الحمد لله قريب وصلنا لأكثر من 3 مليون طن. نجم نقولوا اللي الفوسفات قاعد معناها النسق قاعد يرجع تدريجيا، واللي نأكدوا اللي ان شاء الله سنة 2022 باش تكون سنة إعادة تموقع تونس في الخارطة، خارطة الفوسفات ومشتقات الفوسفات. ولتعود عملية إنتاج الفوسفات وتحويله إلى نسقها الطبيعي في جميع المناجم والوحدات بما فيها المظلة الاثنين، تعول وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نيلة نويلة على تعزيز نسق العمل المشترك بين السلطات المركزية والجهوية، وتدعو أبناء الجهة إلى تغليب لغة الحوار للتوصل إلى الحلول المرجوة وتحقيق المطالب المشروعة. فإحنا منذ معناها أقل من شهر كان فك اعتصام مصنع مذيل الاثنين اللي هو توقف معناها أكثر من سنتين. اليوم المصنع معناها لي كونستركتور رجعوا يشتغلوا، ان شاء الله في اقل من 9 اشهر المصنع يكون جاهز اللي هو باش يكون ينتج دو تريبل سوبر فوسفات، وباش يمكننا ان شاء الله كيف كيف من انه تونس ترجع تاخذ مكانتها في هالمجالات هذوما ان شاء الله. اكدت الوزيره مواصله عمل الحكومه على تذليل الصعوبات، مشيره الى انه سيتم تنظيم ايام عمل خلال الفترة القادمة لدراسة المشاريع التي يرغب الشباب بعثها في الجهة. هما كانوا معتصمين، لكن كحيينا معاهم رينا اللي هما عندهم أفكار ومستعدين يقدموا. شنو اللي ناقص؟ ناقص أن نعطيهم الآليات، ربما آليات التمويل، نعطيهم المرافقة باش يقوموا إن شاء الله بإنجاز مشاريعهم. الهدف هو كيفاش مع بعضنا نجموا اللي كان عاطل يولي هو صاحب، عنده فكرة، عنده مشروع، وهو يصبح خالق للعمل. راهو نقول العمل ما هوش كان في المينا والا في المجمع، راهو فما عديد المهن اللي هي تكمل قطاع الفوسفات. وبعد موجة الاضطرابات التي شهدها القطاع خلال الأيام الفارطة، عاد منذ أمس إنتاج الفوسفات إلى نسقه الطبيعي وبمعدل 80% في العديد من وحدات الإنتاج بكفسة.